متى عملوا بوتوكس قبل ما تكونوا عارفين هالأربع معلومات؟ أنا مش دكتور بس أنا شخص بيعمل بوتوكس، وقبل ما أعمل أي شيء بهمني أعرف شو هو وشو مخاطره. بنحقن البوتوكس بالعضلة اللي يشلها مؤقتا بهدف يقلل حركتها. قلة الحركة بتخلي بعض المناطق مثل الجبهة تصير أنعم. بوتوكس ممكن يضعف العضلة، لما ما تستخدموا عضلة لفترة طويلة بتبلش تصغر وتصير ضعيفة. فيكن تشوفوا العضلات بجبهتي كيف كانوا أقوى لما كنت أصغر. لهالسبب فضل خلي فترة راحة بين جلسات البوتوكس لحتى يستعيدوا قوتهم. ما في عمر صحيح لا تبلشوا بالبوتوكس، وبرأيي البوتوكس الوقائي جملة بس تسويقية. الأفضل تبلشوا بالبوتوكس إذا في خطوط تعبيرية عم بتكون موجودة من دون ما تكونوا عم تعبروا بوشكم، طبعا إذا زعجينكم. ما في طريقة لسحب البوتوكس بعد حقن. إذا ما حبيتوا النتيجة أو صار شي غلط لازم تنتظروا 3 أشهر لحتى يروح مفعول. There is nothing I can do. فتأكدوا تروحوا عند أطباء جلدية عندهم خبرة كافية وعارفين شو عم بيعملوا ليخبروكم عن كل المخاطر.